الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير جدا الكوماند أو الأمر الذي يصدر من برنامج الإكسل اللي هو Vlookup value lookup، والكوماند الثاني أو الأمر الثاني اللي هو drop down list. فهذا يعني هذان الأمران مهمان جدا لطلبة الاقتصاد القياسي والرياضيات والإحصاء وطلبة السلاسل الزمنية على وجه التحديد. قدمت بالأمس مقطع عن مجموعة من الأوامر، لكن Vlookup كان فيها، أما الآن سأضيف له يعني أمر آخر وهو drop down list. على بركة الله نبدأ. الآن نأتي على هذه الخلية، الآن وضعت في هذه الخلية هنا يعني اسم الطالب، الرقم المرجعي، وال حالة الطالب يعني متخرج أو غير متخرج. هنا طبعا قائمة من أسماء الطلبة، هنا آية، محمد، مرح محمد، دارين محمد، رنا محمد، رهف قلب، هديل، ألينا، وهكذا حتى تنتهي بسلام طلال. هذه الأرقام المرجعية وهي حالة التخرج. نعم لا، إذا كان يتخرج الطالب يعني على وشك التخرج فنضع إشارة نعم، وإذا كان يحتاج إلى فصل أو شهر أو شهر نضع لا، على الأقل في الأمل الحاضر يعني. فنأتي الآن مقابل اسم الطالب، هنا أختار أي اسم من هذه الأسماء. يعني أفترض أن اخترت هذا الاسم آية محمد، معمل كوبي إله وأضعه هنا، أوكي، لأني الآن سأضع الكوماند باللغة الإنجليزية، فهنا باللغة العربية. إذن آتي هنا تحت آية محمد وأضع الكوماند يساوي V لوك أب، ورأسا يعني بقول لي افتح قوس واختار الأشياء. طبعا الفاليو أو الشيء الذي يبحث عنه هو آية محمد، إذن بالخارجي 14 أضع فاصلة. من أين سأبحث عن آية محمد؟ آية محمد معلومات عنها في هذا المجموعة من البيانات هنا اللي هن في الجداول أو في الأعمدة الثلاثة، هذه الأول الثاني الثالث هنا. وثم أريد طبعا لأني الآن أمام الخانة هنا اللي هو الرقم المرجعي، فالرقم المرجعي أتى في العمود الثاني، في العمود الثاني. إذن الآن أضع في العمود رقم 2، ولأني أبحث عن تطابق تام فأضع كلمة false اللي هي للدلالة على أنه ليس هناك شيء آخر إلا فقط الرقم المرجعي لآية محمد. إذن أضغط Enter بعد ما أغلق، وبالتالي طلع عندي الآن الرقم مقابل اللي هو هذا الرقم الجامعي 19-31-0-14 لآية محمد. وكذلك الأمر الآن أضع هنا Vlookup تساوي طبعا Vlookup، إذا غلطنا إحنا Vlookup مظبوط، نفتح قوس. كذلك الأمر أبحث عن آية محمد اللي هي G14، أضع الآن فاصلة وأضلل كل الأسماء مع الأشياء المرجعية المتعلقة فيها وحالة الطالب التخرج أو لا، وأضلل كل هذه الخانات اللي هي الأعمدة الثلاثة هذه، ثم أضع فاصلة بأي عمود حالة الطالب أتت بالعمود الثالث. إذن أضع 3، ولأنني أبحث عن تطابق كامل فإذن أضع فاصلة وأحط false لكل إشي، يعني خطأ لكل إشي أو غير صحيح لكل إشي ثاني ما عدا حالة الطالب. أضغط Enter فبطلع عندي نعم خريج. لاحظوا لهذه طبعا تستهلك وقت كثير، وبالتالي لماذا لا الآن نستخدم ما يسمى drop down list، أمر من أوامر الإكسل اللي بيوفر علي كثير من الوقت. إذن آتي على هذه الخانة وأذهب إلى Data، ثم لاحظوا الآن إلى تحت عنوان Data Validation، أذهب على الأول وأختار من هنا any value، وبدي قائمة من الأسماء، قائمة من الأسماء. إذن هذه بسألني بقول لي بين ولا source؟ لا، سأبحث source. الآن الأسماء كلها هذه فقط، قائمة الأسماء الواردة عندي أضعها هنا وأغلق القوس فقط لا غير وأضغط enter. عفوا أوكي صلح لي إياها. شوف طبعا عفوا بدون قوس، اذا هنا عفوا بدون قوس، واضغط الان اوكي فطلع عندي الان
هذه الإشارة اللي هي سهم إلى الأسفل. لاحظوا لي بقيت كل الأشياء كما هي، لكن إلى الأسفل في هناك سهم، هذا هو السهم، هذا لاحظوا لي عليه. إذا ضغطت عليه بطلع عندي الأسماء. لاحظوا لي الآن كل الأسماء التي وردت في القائمة أعلى، من آية محمد إلى سلام طلال. فعلى سبيل المثال أنا أبحث عن رهف خلف، ضغط رأسا أعطاني رقم مرجع وأنها متخرجة. افرض أني ببحث عن دارين محمد، دارين محمد أتت هنا، هذه دارين محمد، لاحظوا لي أعطاني رقم مرجعي وأنها لم تتخرج أو لم تتخرج في حسب يعني النظام الموجود هنا. فبالتالي هذه القائمة الآن drop down list من الأوامر المهمة جدا التي يحتاجها إلى الطالب في كثير من مساقات الاقتصاد القياسي، الثلاثة الزمنية، الرياضيات والإحصاء. مثلا نانسي إبراهيم، لاحظوا لي هنا نانسي، هذه إبراهيم ستتخرج وهذا رقمها المرجعي. إذا ضغط على الاسم رأسا تلقائيا هنا بتغير الاسم هنا وبطلع عند الرقم المرجعي وأنها متخرجة، وهكذا. أكون بدأنا قد انتهيت من هذا المقطع المهم جدا أحبة الطلبة، صاد القياس الثلاثة الزمنية، رياضيات وإحصاء. وإن شاء الله إلى مقطع قريب جدا بإذن الله لاحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.